من المشاكل التي ممكن أن يعاني منها فئة كبيرة من الناس هي مشكلة التهاب المسالك البولية، واللي ممكن أن تتعارض مع تناول بعض الأطعمة خصوصا في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. للحديث أكثر عن كيفية التعامل مع التهاب المسالك البولية ينضم لنا الدكتور معني الحموي، أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. مرحبا دكتور معني. أهلا وسهلا فيك. هلا دكتور معني، أنت قلت لي أكثر الناس اللي يجوك خلال هذا الشهر المبارك هم من الأشخاص المصابين بالتهاب المسالك البولية، كيف يتعاملوا مع الإفطار تحديداً والسحور من ناحية أطعمة وسوائل؟ تمام. زي ما بتعرفي دائماً ننصح المرضى إحنا من بعد الإفطار بشرب كميات كافية من السوائل من الإفطار إلى السحور، مش إنه بعد الإفطار مباشر يشرب كمية كبيرة من الماء وينسى باقي اليوم. نعم. لأنه أصلاً بصير كمية السوائل الموجودة في الجسم عالية، وبالتالي كمية السوائل اللي رايحة إلى الكلى عالية، فبصير عندنا إدرار للبول خلال فترة اللي هو شرب السوائل فيها اللي هي بعد الإفطار. فإحنا منصحهم توزيع المي من 2 إلى 3 لتر خلال فترة من الإفطار إلى السحور حتى الكلية ما يصيبها شك. المشكلة دكتور ياريت هو شرب للماء، الناس تركز على العصائر المحلى مثل التمر الهندي والخروب وما إلى آخره من العصائر المصنعة اللي ممكن مزبوط تجلب الضرر الكبير للكلية. هل ممكن نمنع أنفسنا من هذه العصائر؟ هلا شوفي، إحنا برمضان هو موسم العصائر، يعني الناس بتلاقيها تشرب التمر الهندي، العرقسوس، العصائر بمختلف انواعها ومختلف الوانها. نعم. عاده هذول فيهم مواد ملونه، سكريات عاليه. صحيح. يعني احنا بننصحهم اوكي كونه موسم رمضان وهي شيء من عاداتنا وتقاليدنا. نعم. لكن الاعتدال وليس الافراط في شرب هاي، خاصه العصائر اللي فيها المواد المصبغه. يعني بنصحهم انا بشرب المي بكميه 2 ل 3 لتر، هذا الطبيعي خلال اليوم، والاعتدال في شرب العصائر والاشياء الاشياء الاخرى والاكثار من شرب العصائر الطبيعيه. دكتور خلينا نتحدث عن اثر هذه العصائر. احنا صح نتحدث عن التهاب المسالك البولية، ولكن الموضوع قد يتمحور حول الكلية، ما أثرها على الكلية؟ عادة العصائر اللي فيهم صبغات كميات عالية وفيهم مرات بعض المواد تحتوي على مواد مدرة للبول. نعم. مواد أخرى بترفع من ضغط الدم. نعم. شغلة ثانية الأكل بشكل عام، يعني الأكل اللي يحتوي على البهارات التوابل العالية بيساعد على تهيج المسالك البولية وخصوصا المثانة وإدرار كميات عالية من البول. عشان هيك المرضى في حالات الالتهاب ننصحهم بالابتعاد عن البهارات والابتعاد عن الأشياء اللي فيها التوابل عالية والموالح والأشياء اللي فيها الموالح والبهارات بشكل عام، لأنه هاي كلها مواد مهيجة للمثانة، فبالتالي كمية إدرار البول بتصير عالية عندهم. طيب دكتور، الزيوت والمواد الدهنية؟ لا، زيوت والمواد الدهنية عادة هاي بصحتنا بشكل عام أكثر، سواء مضرة، ولكن مضرة سواء الكوليسترول سواء على ضغط الدم بشكل لكن عام، لكن لا ترتبط بالتهابات المسالك البولية. صحيح. طيب دكتور، ما هي أكثر الأعراض الممكن يزيد انتشارها وتصبح ملحوظة أكثر خلال شهر رمضان مرتبطة بالتهاب المسالك؟ تمام. عادة زي ما بقول لك تقسيم الالتهابات المسالك البولية إلى علوية وسفلية. نعم. علوية عبارة عن التهاب وجع في الخاصرة، ارتفاع في درجة الحرارة، غثيان واستفراغ، ومرات بردية أو شعور بالبرودة وارتفاع في درجة الحرارة اللي هي القشعريرة. نعم. عادة الالتهابات السفلية في المثانة بيكون عادة ألم في أسفل البطن، زيادة عدد مرات تبول على الحمام، الكميات قليلة، والشعور المفاجئ للزحمان، عدم الارتياح بعد خروجه من الحمام. عادة بيكون مرات لون البول إلى الغامق بسبب التركيز العالي للأملاح والتركيز العالي للبكتيريا. نعم. مرات بيكون معهم رائحة سيئة نتيجة تواجد البكتيريا داخل المسالك البولية، واللون مختلف. واللون مختلف، مظبوط. هذه الأعراض هي الأعراض الرئيسية اللي ممكن تنذرنا بوجود التهاب مسالك بولية. صحيح. في حال لم يتم تشخيصنا من قبل، شعرنا بأنه عنا التهاب مسالك بولية غالبا نلجأ إلى الصيدلاني يعطينا المضادات الحيوية، حدث ولا حرج. امبارح قاعدة تقول لي آيات، المشكلة مو بالاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، المشكلة المريض ياخذ كرسي المضاد الحيوي يخلص نصه وخلي نصه للمرض للالتهاب اللاحق. صحيح. خلينا نوعي المشاهدين دكتور. طيب زي ما انت حكيتي، بعد وجود هذه الاعراض انا بتمنى من المريض يراجع الطبيب المختص. نعم. بنعمل بعض الفحوصات المخبريه وفحص البول وفحص زراعه البول مشان نعرف نوع البكتيريا الموجوده ونوع المضاد الحيوي المناسب لهذه الحاله، وان كانت بكتيريا مقاومه للمضادات. ما هو البكتيريا الموجوده يتم اعطائها المضاد الحيوي. هلا هون بدي احكي لك النقطه، الافراط في استخدام المضادات الحيويه، البكتيريا. نعم. نفسها من تركيبتها فيها انزيمات داخليه بتصير بيدخل لها المضاد الحيوي بتم على تكسيره. نعم. فلما البكتيريا تتعرض لكميه قليله من هذا المضاد فاذا عملت شيء اسمه بكتيريا ريزيستنت، يعني ممانعه لهذا الميكروب او الجرثومه او البكتيريا الموجوده، فالجسم ببطل يستجيب. هذا طبعا نؤكد على انه بسبب الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي، لكن لا يعني انه لا يوجد دواء للبكتيريا المقاومة.
هو الحل لالتهابات المسالك البولية هو المضاد الحيوي على حسب نوع البكتيريا الموجودة، ولكن المضاد الحيوي يجب أن يؤخذ بعد استشارة الطبيب الفترة الكافية وعدم الإفراط فيه. يعني زي ما أنت حكيت نقطة جوهرية، يوم أو يومين ثلاث تتحسن الأعراض وهذا إشي طبيعي، بيقوم المريض نفسه خلاص بيقول لك أنا تحسنت الأعراض معناته ما في داعي أكمل العلاج. هذا الخطأ اللي بنوقع فيه، لازم نكمل العلاج للآخر وبعدها يرجع يراجع الطبيب ونرجع نعمل بعض الفحوصات نتأكد من انتهاء البكتيريا بشكل نهائي من المسالك البولية. ونؤكد بأنه الطبيب المختص بتشخيص التهاب المسالك البولية هو طبيب الكلى والمسالك البولية، وليس طبيب عفواً الجهاز الهضمي أو طبيب العائلة أو طبيب الأعصاب. لكل طبيب تخصصه الذي يعنى فيه ويكون له تبعاً أمراض مختلفة. دكتور، لو استكملنا الحديث عن التهاب المسالك البولية وكيفية التعامل معها في رمضان، قديش مقدار الماء المطلوب يومياً؟ نقول من الإفطار حتى السحور. زي ما أنت حكيت، من الإفطار حتى السحور تقريباً من 2 إلى 3 لتر، ونوزعهم على فترات، ما نحصر الكمية خلال فترات معينة. الابتعاد عن الأشياء اللي فيها البهارات والموالح والكمية العالية من التوابل. دكتور، عصير توت البري أو مكملات التوت البري أعتقد مزبوط. شائع استخدامها عند مرضى التهاب المسالك البولية ولاقت رواج في الفترة صحيح. الأخيرة، ما تقييمك لها؟ وبتيجي مرات بسشت محلول ينحط أو حبوب. صحيح. مادة التوت البري آخر دراسات تغير من طبيعة اللي هو البيئة الحامضة أو القاعدية الموجودة داخل المسالك البولية، وبالتالي تقلل فرص تشكل التهابات. شغلة أخرى، بتعمل على طبقة عازلة داخل المسالك البولية، وبالتالي لما تيجي البكتيريا تحاول تلتصق على المسالك البولية بتكون هاي الطبقة موجودة فبتمنع الالتصاق. بيئة طاردة. فهو بيئة طاردة عظيم. تستخدم في علاج الناس بعد ما يتم العلاج، يعني للوقاية وليست علاجية. وهذا ما نؤكد عليه دكتور دائما، يقال بأن النساء هم الوحيدات اللي يصابوا بالتهاب المسالك البولية، وغالبا الرجال التهاباتهم من نوع مختلف تكون متعلقة بالبروستات. هذه المعلومة غير دقيقة طبيا باعتقادي. هلا بالعادة التهابات المسالك البولية موجودة عند الرجال والنساء، لكن أكثر عند النساء وخصوصا الحوامل منهم بسبب تغير مثلا خلال الحمل، تغير كمية الهرمونات. صحيح. هاي الشغلات تلعب دور. شغلة ثانية، مجرى البول عند الرجال طوله من 14 إلى 20 سنتي. فبالتالي فكرة أنه البكتيريا الخارجية توصل للمثانة بدها مسافة طويلة. شغلة أخرى، عند النساء طوله من 2 إلى 4 سنتي، فقابليتهم للإصابة بالالتهابات المسالك البولية أعلى. دكتور، بما أنك تطرقت إلى النساء الحوامل، هل من علاجات محددة للنساء الحوامل خلال شهر رمضان لالتهاب المسالك البولية، ولا هي نفس المضادات الحيوية لا يتم تغيير فيها؟ هلا من ضمن متابعة الحمل يتم عمل بعض الفحوصات الدورية من صور التلفزيون، وأمر شائع المتابعة العادية للحوامل بتم فحص اللي هم التهابات المسالك البولية. لكن إذا وجدت في الحالات النساء الحوامل يعني يكون العلاج مستعجل عن الحالات الأخرى حتى ما يتأثر الجنين، ويساعد على إشي اسمه البري تيرم اللي هي الولادة المبكرة بسبب هذه الالتهابات. عظيم. مضادات الحيوية تكون من نوع مختلف مثلا؟ المضادات الحيوية نعم تختلف حتى ما يكون لها تأثير سلبي على الجنين، على نمو الجنين. نعم. دكتور، هل من نصائح أخيرة توجهها للمشاهدين بما أن في هذا الشهر الفضيل، سواء كان مصاب بالتهاب المسالك أو لديه أي مشكلة في الكلى والمسالك البولية؟ العلاج المبكر لهذه الالتهابات يقينا من كثير من المشاكل والمضاعفات. الاكثار من شرب المي، التبول بانتظام، عدم حصر البول لساعات طويلة. شغلة أخرى، الاعتدال في أكلنا، الابتعاد عن الكمية العالية من البهارات والتوابل، وأكيد دائما نتمنى لهم الصحة والعافية. شكرا لك دكتور، ونحن معك نضم رأينا إلى رأيك، ونتمنى الصحة والسلامة والعافية لجميع مشاهدينا. نورتنا اليوم دكتور معن الحموي. أشكرك. كل عام وإنت بألف خير. أنت بألف خير.